عبد الرؤوف بن حليمة رجل مغربي يدعي أنه هو داعية أو خلينا نقول راقي شرعي حسب ما يقال، ظهر بمقطع فيديو بشهر شباط وهو عم بيقوم باستجواب فيروس كورونا من خلال الجن يلي خطفه من الصين متلبس بسيدة حسب ادعائه طبعا. وبحسب الفيديو المتداول فأنه الجن اعترف بأنه أمريكا هي من قامت بتصنيع هالفيروس لتضرب الصين. المقطع الفيديو يلي رح نتابعه هلا هو مقطع نشر من شهر شباط كما ذكرت، ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعادوا نشر المقطع خلال اليومين الماضيين او خلال الساعات الحاليه بشكل واسع جدا، وعمل موجه كبيره من الجدل من قبل المغردين. خلينا نسمع جزء من هالفيديو. So of catching for this we're going to see from the jinn's point of view what is happening. Is there anything linked to jinns, linked to magic behind this thing, and how, what is happening to the jinns in China? And also, we have done previously catchings for the situations of Muslims in China, Uyghurs, that are suffering too much. So we're going to see if there is any link with those catchings we have done and this virus that has the terrible virus that has arrived, and also China. So what's happening in China with this coronavirus? One pillar has been put in the earth in a depth of 30 meters. It was to make an explosion because the United States are afraid of the domination of China. So we were sent from there to put that. It was the heart of the whole thing. You mean an explosion of the virus? طبعا يعني هالفيديوهات صارت كثيره خلال الساعات الايام الماضيه والفتره الماضيه، وطبعا هدول الاشخاص الدجالين والمشعوذين اكيد نحن ما لازم نروح وراهم ونصدق كل شيء عم بيقولوا هدول الاشخاص. خلينا ننتقل لموضوع اخر، موضوع خفيف لطيف، نطلع شوي من موضوع الجن. بينما عم يخضع سكان ويلز للحجر المنزلي استغل قطيع من الماعز هي اللحظات، لحظات جميلة بالنسبة لهم للنزول لوسط المدينة والتجول فيها بكل أريحية بعيدا عن ضجيج المدينة والسكان. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذه الماعز وهي عم تاكل أعشاب المدينة وعم تتسلق الجدران بكل أريحية. لحقق مقطع الفيديو آلاف المشاهدات خلال الساعات الماضية. أنا بعتقد هلأ قطيع الماعز بحالة استجمام كافية وكبيرة جداً، إنه هلأ الموضوع بترك لهم قلن وهن مبسوطين بتنوع الطعام الموجود وعم ياخذوا رياحتهم على الآخر. نيانهم مو مثلنا.